الفيلم ديالنا كيبدا مع مالوري وهي كتقول لولادها غادي يكون عندنا سفر طويل في الواد وممنوع عليكم تهضروا ولا ديروا شي صوت وما تحلوش عينيكم ابدا حتى نوصلوا للبلاصه اللي غاديين ليها. وخداو معهم الطيور وهما غاديين وداروهم في صندوق وبدات الرحله ديالهم وهما مغمضين عينيهم. باش نفهموا القصه غادي نرجعوا 5 سنين للور فين كنشوفوا مالوري حامله ومعها اختها جيسيكا. مالوري شافت في الاخبار ان الناس كينتحروا بزاف وبلا سبب والموتى واصلين لواحد الارقام خياليه. واخا هكاك مالوري ما داتهاش في الاخبار حيت كيقولوا هاد الشيء واقع في روسيا. ومشات هي واختها للطبيبه باش تدوز على الحماله وشافوا واحد البنت كتهضر في التليفون عادي وطمنات على الجنين اللي في كرشها. ومنين كانت راجعه بحالها شافت البنت اللي كانت كتهضر في التليفون كتضرب راسها مع السرجم ديال الزاج وشافت فيها شي شوفات كتخلع. مالوري خافت وهربات من تما وركبات مع اختها في الطوموبيل وقالت ليها داكشي اللي وقع في روسيا ووصل لهنا. المهم شدوا الطريق وكانت الدنيا مرونه تليفون صونا ومالوري بغات تجيبو من اللور ديال الطوموبيل. في داك الوقيته جيسيكا شافت شي حاجه اثرات فيها وعينيها تبدلوا وبغات تقتل راسها فداروا قصيده وتقلبات الطوموبيل ولكن خرجوا من الطوموبيل. ومالوري شافت اختها مشات وقفات في الطريق ديال الكاميو اللي داز فيها وقتلها والمدينه كامله مرونه وكل شيء هربان. وتما مالوري بدات كتجري هربانه ولكن طاحت على الارض فجات واحد المراه تعاونها وتا داك المراه شافت شي حاجه خلاتها ما تبقاش مركزه ومشات لجهه الطوموبيل شاعله فيها العافيه ودخلات ليها. مراها جا واحد الراجل عاون مالوري توقف حيت هي حامله ومشاو تخبعوا في واحد الدار. هاد الدار كانوا فيها شي ناس حتى هما مخبعين وبان تما راجل صلع وهو هز السلاح وقال لمالوري المراه اللي بغات تعاونك راها مرتي وها هي دابا ماتت. اللي في الدار كاملين كانوا خايفين والدوله كامله علنات الحاله ديال الطوارئ وشافوا في التلفازه ان هادشي اللي وقع بسبب ارواح شريره كاينه في الشوارع. ومنين كيشوفهم شي حد ولا كيتلاقاهم كيرجع مجنون ويقتل راسه. فغطاو السراجم وسدوا البيبان كاملين ومور ما دازت 3 ايام وهما تما سمعوا الدقان في الباب. اذا مازال الناس عايشه وقالوا لهذاك اللي كيدق يخبع عينيه وتا هما خبعوا عينيهم حتى يفتحوا الباب ويدخل. فدخلات مرا حامله قريبه تولد سميتها اولمبيا وخرجات من دارها حيت سالت ليها الماكله فقررت تخرج وتدق على البيبان حتى يفتح ليها شي حد ولكن تا هما كانت الماكله قليله عندهم. واحد منهم قال يمكن هادشي كيوقع للناس الا شافوا في هاد الارواح مباشره ولكن الا شفنا من الكاميرات ديال المراقبه ما غادي يوقع والو. وقرر يغامر براسو ويجلس ويحضي الكاميرات ويشوف واش غادي يتاثر ولا لا. هما ربطوه على الكرسي وبقى كيشوف في الكاميرات بوحدو فشاف شي ريح دايزه ومراها شاف واحد الخيال. البقيه كانوا لتحت كيساينوا شويه سمعوا الصداع منين طلعوا عنده لقاوه منتحر ومور شي ايامات ما بقى عندهم ما ياكلوا وخاصهم يخرجوا يجيبوا الماكله. واحد معاهم سميتو شارلي قال ليهم يمكن لينا نمشيو للسوبر مارشي اللي كنت خدام فيه حيت هو قريب من هنا بزاف. فبداو يفكروا كيفاش يمشيو ليه فقروا يصبغوا السراجم ديال الطوموبيل بصباغه كحله ويخدموا الجي بي اس في الطوموبيل ويمشيو بها. وهما شادين الطريق للسوبر مارشي حسوا بشي حاجه فوق الطوموبيل. طون داك الساعه كثيره ومشى بالزربه حتى وصل للسوبر مارشي ومنين دخلوا فرحوا بزاف وبداو يجمعوا اي حاجه يحتاجوها. مالوري لقى الطيور في القفص وخداتهم معاها. شويه سمعوا صوت ديال شي راجل خاصو اللي يعاونو من ورا واحد الباب. طيور بدات كتنقز وتغوت. داك الراجل بغى يدخل عليهم وهما باغين يسدوا الباب. داك الساعه جرات شارلي ودفعوا وخرجوا بجوج. موراها بان لهم الدم من تحت الباب وكان الدم ديال تشارلي وصافي هما رجعوا بحالهم للدار. وفي الليل سمعوا شي صداع في الكراج ومنين مشاو يشوفوا شنو لقاو جوج منهم داو شي حاجه ديال الماكله وهربوا. ومور ما دازت شي ايامات صونا الباب عليهم فمشات فتحات الباب اولمبيا ودخل واحد الراجل وكان خايف وقال لهم شي ناس حماق شدوا اللي معايا وفتحوا لهم عينيهم بالسيف عليهم فانتحر اي واحد حل عينيه وانا تخبعت وقدرت نهرب. الراجل الصلع قال له انت هكا وريتي للارواح الشريره فين حنا مخبعين وغادي يجيو يقلبوا عليك. وشد السلاح وقال له خرج من الدار ولكن ضرباتو المرا الشيبانيه على راسه وغيب داك الساعه ومشاو هما سدوا عليه في الكراج. مالوري واولمبيا شدهم الوجع وجات وقتهم للولاده فداهم طوم والمرا الشيبانيه للطبقه الثانيه وبقى الراجل اللي دخلوه بوحدو لتحت وجبد شي رسمات كانوا عنده وعينيه تبدلوا وهز الطيور بعدهم باش ما يديروش الصوت وبدا يحيد الوراق باش مغطيين السراجم. والصلع شاف هذا الراجل شنو كيدير وعرف انه خدام مع الارواح الشريره فغوت مجهد حتى نزل طوم يشوف شنو وقع ولكن ذاك الراجل ضربوه من اللور على راسه فغيب. مالوري واولمبيا ولدوا بالسلامه
وجا داك الراجل يشوف الدراري وفتح السراجم بالزربه. مالوري والمرا الشارفه غمضوا عينيهم، ولكن اولمبيا تعطلات فشافت الارواح الشريره وبدات ماشيه لجهه السرجم. مالوري خدات منها بنتها، واولمبيا نقزات من السرجم وانتحرات. المرا الشيبانيه كانت مغمضه عينيها، ولكن داك الراجل فتحهم ليها بالسيف عليها. مالوري تخبعات تحت الغطاء، وجا داك الساعه الراجل الصلع وضربوا بالسلاح وطاحوا بجوج من الدروج. داك الراجل ضرب الصلع بالمقص وقتلو. في داك الوقت فاق طوم وقتل داك الراجل بالسلاح وطلع يشوف مالوري والدراري الصغار. طوم ومالوري رباو الدراري، ودازت 5 سنين هكا عاشوا فيها طوم ومالوري والدراري في الجبال، وكانت كل نهار كتعلمهم كيفاش يتأقلموا مع الحياة وعينيهم مغمضين. وواحد النهار سمعوا شي حد كيهضر في اللاسلكي وقال لهم كاينه بلاصه امنه يمكن ليهم يتخبعوا فيها. مالوري قالت لطوم هادي باينه شي فخ دايرينو لينا الارواح الشريره ولا الناس اللي خدامين معاهم. طوم قال لها خاصنا نجربو، ما يمكنش نحكمو غير هكاك. موراها داو الدراري ومشاو يقلبوا على الماكله ودخلوا لواحد الدار مهجوره، ولكن سمعوا صوت ديال طوموبيل على برا وعرفوا ان هادو اللي جاو هما اللي كيخدموا مع الارواح. طوم قال لمالوري تدي الدراري وتهرب من الباب اللوراني. موراها غمض طوم عينيه وفتح الباب، وكانوا تما 5 ديال الناس وفاتحين عينيهم وشافوا مالوري وهي هاربة. تما طوم بدا كيضربهم بالسلاح، ولكنه تا هو تقاس ففتح عينيه باش يسالي معهم بالزربة وقتل جوج منهم، وكان كيقلب على هداك التالي اللي بقى ليه، ولكن جات روح شريرة من وراه وشاف فيها، وقبل ما يفقد السيطرة على راسه قتل الرجل التالي وموراها انتحر. مالوري رجعت للدار وهي شادها الحزن، فخذات الدراري وطلعوا للفلوكة وكانوا مغمضين عينيهم وبداوا غاديين في الماء. واحد شوية خرج ليهم واحد خدام مع الأرواح وبغى يفتح ليهم عينيهم، ولكن مالوري قاومات وخدات سيف وضربات به وسالات معه، وكملوا طريقهم حتى وصلوا لواحد البلاصه اللي ما فيها صعيب، فتقلبات بهم الفلوكه وتفرقوا. مالوري بدات كتعيط للدراري بالجهد ولقاتهم وقدرات تنقذهم، وخرجوا من الماء وبداو شادين الطريق ديال الغابه. وهما غاديين سمعات شي اصوات كيقولوا ليها تفتح عينيها. تما هي طاحت من واحد الجرف بين الشجر وتلفوا عليها الدراري. داك الارواح بدات كتخدم صوت بحال ديال مالوري باش الدراري يفتحوا عينيهم، ولكن مالوري فاقت وبدات تعيط للدراري بجهدها كامل، ولقات الدري ولكن ما كانتش معاه البنت، فخافت بزاف وبدات تعيط ليها وتقول ليها الا سمعاني تبعي صوتي وما تفتحيش عينيك. ووصلت ليها البنت وتجمعوا وبقات ماشيه وتبع الصوت ديال الطيور حتى وصلت للبلاصه اللي غادي تتخبع فيها. ومنين دخلت لتما فتحات عينيها ولقاتها مدرسه ديال الناس اللي ما كيشوفوش، ودخلها المدير لداخل وكان تما بزاف ديال الناس والطيور، والناس عايشين تما فرحانين. تما فتحات على الطيور ديالها وخلاتهم يطيروا حيت هادي بلاصه مأمنه يقدروا يعيشوا فيها وهما ما خايفينش. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وتفرجوا في الملخصات الفايتة وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.